انتخابات هادئة في البقاع والجنوب. أكثر من مفارقة طبعت الانتخابات البلدية الفرعية في كفرحونة قضاء جزين، أبرزها نسبة المشاركة الضئيلة والتحالفات الملتبسة سياسيا وعائليا. فالتنافس هو بين حلفاء توزعوا على لائحتين، لائحة مدعومة من التيار الوطني الحر وحركة أمل وعدد من العائلات، ولائحة مدعومة من حزب الله وبعض العائلات، فيما تدعم القوات اللبنانية مرشحين من العائلات على اللائحتين. وفي الوقت نفسه بدأ التنافس على المقاعد المسيحية الثمانية من أصل عدد مقاعد المجلس 15 أكثر منه على المقاعد الشيعية 7 التي توافق عليها أمل وحزب الله. الأساس وهمنا والهجس تبعنا بهالمعركة أنه نحافظ على التوازن، مشان هيك التحالفات دقيقة حتى تنجح البلدية. ومن الجنوب إلى البقاع، حيث اتسمت الانتخابات الفرعية بأجواء التنافس الديمقراطي التي غلب عليها الطابع العائلي، فيما حافظت القوى الأمنية على سير الانتخابات بكل هدوء. في بلدة الشربين أحدى قرى الهرمل شهدت صناديق الاقتراع معركة حادة بين أبناء العائلة الواحدة من آل ناصر الدين والرشعيني، وسط أجواء عائلية هادئة غاب عنها المرشح والناخب المسيحي لوجود المسيحيين خارج البلدة أو في بلاد الاغتراب. وتنافس على مجلسها البلدي المؤلف من 12 عضوا لائحة غير مكتملة، وهي مدعومة من الأحزاب والعائلات، وضمت في صفوفها 9 أعضاء، فيما بقي 11 مرشحا منفردا شكلوا تحالفات ضمنية فيما بينهم. طبعا بلدية مستحدثة ونشر الخيار للناس، هذا دليل على الديمقراطية وحرية الرأي. انتخبنا اللي أملي علينا ضميرنا، والشباب اللي قادرين يكونوا يعطوا لهالبلدة ويقدموا لها ويكونوا نشيطين تجاه البلدة. في بلدة الناصرية تنافست لائحة كاملة من 12 عضوا مقابل مرشح واحد، ونسبة التصويت كانت جيدة جدا نسبيا.